بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا ابو علي، ما خاب من تمسك بكم، امنا من لجا والتجا اليكم. يا ليتنا كنا معكم سيديك، فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. تكلمنا البارحة عن هاي الآية، الليلة نكمل التفسير ليه. بصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله ما يحب الكلمات السخيفة البذيئة، يبي يعود ألسنتنا دائما على الكلام الطيب. واضح له؟ وهدوا إلى الطيب من القول. أكو آية وهدوا إلى صراط الحمد. الكلمة الطيبة تزرع الأمل، تعطيك طاقة إيجابية. واضح؟ مثل كلمة طيبة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لرب كلمة أنت تصدر منك كلمة تشويق لشخص، تخليه عملاق، تخليه إنسان ناجح في الحياة. شوف دول الشباب الأطفال، إذا تشجعهم ينمون، ينمي فكرهم، تنمي مواهبهم. وإن كان طفل صغير، الإمام علي سلام الله عليه من المؤمنين خوش كلمة عنده، يقول: تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت لا تحسب نفسك صغير، لا، أنت كل هذا الكون كله مختزل فيك. هذه العين اللي أنت تنظر بها، العين هذه، العين هذه فيها عالم، عالم إبداع. هذه العين انت الحين لما تنظر ما تنظر بدي العين كلها، تنظر ده بالنونو اللي داخل العين، يسمونها انسان. الشاعر يقول شنو لما يريد يخاطب الحسين؟ يقول له عن لسان حال زينب، يقول: انسان عيني يا حسين اخي. انسان عيني يعني هذه الدائره الصغيره اللي داخل العين، انت بهاي الدائره الصغيره انت تنظر. جاء رجل للإمام الصادق سلام الله عليه
يعني تقولون ان الله قادر على كل شيء؟ قال لي بلي الله قادر على كل شيء. قال الله يقدر يخلي هاي الدنيا كلها في بيضه بحيث لا تكبر البيضه ولا تصغر الدنيا. واضح؟ سؤال واضح ولا؟ الله يقدر يخلي هاي الدنيا العالم ده كله الكون كامل في بيضه بحيث البيضه لا تكبر ولا تصغر الدنيا. فالامام قال لي انت اصعد فوق، روح السطح فوق. صعد السطح، قال لي اصعد وشوف وتعال. هذا صعد السطح ونزل. قال لي شنو ريت؟ قال ريت شمس وريت قمر وجبال واشجار وبحار وفواكه، وايد اشياء شفتها. قال لي شفتها بشنو؟ قال لي شفتها بعيوني. قال لي بعيونك؟ هذه العيون وين؟ اي عيون دله فيه؟ قال هاي النونو اللي داخل عندي، الحدقه دي الصغيره. قال اذا الله قادر يدخل ذا الكون كله في عيونك دي الصغيره وهي اصغر من البيضه، الله قادر يخلي ذا الكون كله في بيضه. واضح؟ هذه العين فيها شبكية، هاي الشبكية فيها ثلاث طبقات. علماء أطباء العيون يعرفون ليش فيها ثلاث طبقات. في طبقة منها يسمونها طبقة العصي والمخاريط. شو يسمونها؟ طبقة العصي والمخاريط. سمك هاي الثلاث الطبقات 4 من 10 من المليمتر، مو سنتيمتر بعد، 4 من 10 من المليمتر. واضح؟ سمك للطبقات. الله شوف الابداع، لما احنا نقول اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. الله مخلي في دي طبقه العصي والمخاريط لو سمكها او سمك الطبقات الثلاث 4 من 10 من المليمتر، مخلي 125 مليون مستقبل حساس للضوء في هاي الطبقه. هو الخالق البارئ المصور. 125 شلون خلاها هذا؟ يقول سبحان الله، 125 مليون مستقبل حساس للضوء بس حتى انت تنظر، يعني مخلي لك اجهزه. شو انت مخلي دش حتى تستقبل قنوات؟ الله مخلي دشات في عيونك. صلى على محمد وعلى محمد. فانت كون كامل، هاي عيونك هذه كون كامل. فبعض اوقات كلمه تطلع انت من اب او من خطيب او من عالم، كلمه تشويق، ها هاي كلمه تستثمر، هذه كلمه تطلعك انسان عالم، خطيب، شاعر، مبتكر. واضح؟ احنا بلينا تشويق شوي. انا مر علي سيد محمد رضا الشيرازي رحمه الله عليه، هذا كان مدرسنا من 83، من 1983 ميلادي. هذا رجل جدا ناضج، واقعا عالم، ورع، محقق، مدقق. انا عاشرت السيد هذا محمد رضا، حقيقه عالم ومتواضع. صفات المتقين به، شفت انت صفات المتقين؟ الامام علي سلام الله عليه لما يصف لهمام صفات المتقين يقول صف لي المتقين كأني أراهم. فهو خاف عليه أن يموت من الموعظة هذه، وبعدين مات همام، ما تحمل صفات المتقين، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، فهم والنار كمن قد رآها.
فهم فيها معذبون، وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. كل الصفات هاي زي الواحد يحفظها يطبقها. هاي صفات المتقين السيد محمد رضا الشيرازي رحمه الله هو مجسم لها الصفات. أنا عاشرت الرجل، ما تطلع منا الكلمة إلا بدقة، ما يتكلم لغو، ما يتكلم هالشكل جزاف، لا يختار الكلمة بالدقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شنو النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تبقى الله يوفقك يصلح أعمالك. قل كلمة سديدة. مر علي البيت، شوف أنا في قوم وايع علماء أعرفهم، بس هذا من يشوفني يقول شيخنا اريد امر عليك البيت. شوف التواضع يخجلني. يعني مر علي البيت، قعدنا يا سوالف دردشه. انا عندي محاضره عن بيت المال، مصادره ومصارفه. زين، احنا ازمه العالم ازمه سوء توزيع. الله عاطلنا خيرات وبركات، واضح لو لا؟ وعطنا اموال، بس يجي الحاكم عنده يصير سوء توزيع، ما يوزع المال بالعداله، يصير فقر، يصير حرمان. واضح لو لا؟ لما يصير فقر حرمان يجي الفساد عاد، يجي الزنا، يجي الدعاره. واضح يا واضح؟ من احد اسباب الثورات اللي صارت في العالم هي سوء توزيع. الامام علي يقول عن شنو؟ عن ثالث القوم، لان قام ثالث القوم نافجا حضنين بين لثيره ومعتلفه ومعه بنو أبيه. يا شو يسوون؟ يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث فتله وكبت عليه بطنته. بالأخير صارت ثورة وما صارت، قتل الرجل وما قتل، على أساس سوء توزيع. الناس جو في جوع. أبو ذر طلع، عجبت لمن لا يجد قوت يوما كيف لا يخرج شاهرا سيفه. واضح يا واضح؟ هاي سياسة التجويع والحرمان والإفقار، هذه تسوي ثورة بعدين. واضح يا مرة؟ يعني أنت الحاكم بتروح في مهب الريح. واضح يا مرة؟ أنت راح تضرر بهاي السياسة. ومن أحد أسباب ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه هو سوء التوزيع. يقول هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، شنو؟ واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود وأظهروا الفساد. واستأثروا بالفيء يعني شنو الفيء؟ يعني بيت المال، خزينة الوطنية للدولة، استأثروا بها، قبضوا عليها، قاموا بس يعطون ربحهم وجماعتهم. واضح لا؟ ويحرمون الناس. من أحد أسباب ثورة الإمام الحسين هي سبب اقتصادي، استأثروا شنو؟ بالفيء. أنا عندي كتاب اسمه بيت المال، كتيب بينت فيه شنو مصادر بيت المال، شنو مصارف بيت المال. نبي نعالج مشاكل بيت المال، حلال مشاكل، بس للأسف القائمين على بيت المال مو خوش أوادين. واضح يا واضح؟ قلت طيب السيد، قلت له شوفه إذا عندكم ملاحظات عليه. شاف السيد عطى ملاحظات، أنا استفدت منه، رجل عالم حقيقة السيد. وعندنا في الحديث، هذه من أحد فوائد المجالس الحسينية، من مشى إلى العالم خطوتين وجلس معه لحظتين وتعلم منه كلمتين، شنو النتيجة؟ بنى الله له جنتين، كل جنة أكبر من الدنيا مرتين. صلى الله عليه وسلم. السيد رحمة الله عليه علق على الكتاب، المهم طبع الكتاب، قال لي شيخنا أنا عندي لك اقتراح. قلت له تفضل سيدنا. قال هاي محاضراتك خلها كتب، يعني محاضراتك هاي اللي تلقيها على المنبر دونها بعدين وسوها كتاب. قلت له سيدنا ما يحتاج وكذا. قال أنا أقول لك سوها، يعني مثل شنو؟ كأنه أمر عطاني. قلت له خير يعني أكون. شوف شجعني، شوقني. واضح ولا لا؟
وقال هذا راح يبقى لك أثر هم في الدنيا هم في الآخرة. واضح له في الحديث: لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، من ثلاث، ثلاث أشياء تبقى لك. يعني هاي الضخ، أنت 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 ميت في البرزخ، لكن هاي الضخ لك ثواب. واضح له هذا؟ لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح، وورقة علم ينتفع بها. واضح له؟ فأنت خليك ورقة علم ينتفع بها، أكو ورقة علم ما ينتفع بها. واضح يا موضوع؟ وولد صالح، الشباب يكونوا بسرعة يتزوجون يجيبون أولاد صالحين، لأن سبب الفساد هو وجود ناس أشرار، فأنت لازم تسوي شنو؟ تولد ناس أبرار حتى تصلح المجتمع. المهم شوقني أنا حقيقة ذولا السادة الشيرازية، طبعا السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، أبو السيد محمد الله والسيد محمد الله، هالاثنين دول إذا تقعد عندهم تتكهرب، يعني كأنك تبي تطلع منهم تحرر العالم كله من الفقر والحلمان والظلم والاستبداد عجيبة دول الجماعة. السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه هو ولد السيد محمد رضا. المهم شوقني، قلنا يلا توكلنا على الله. أنا عاد وين خلق أطلع المحاضرات من السيديات ووايد صعبة. واضح لهم واضح؟ قلت خلنا اتفق ويا واحد يطلعها من السيدي وخليها على ورقة بيضها، وبعدين أنا أشرف عليها أصحح. واضح لهم واضح؟ اتفقت يا واحد ما عجبتني الصياغة مالته، أعطيته فلوس بعد بس ما. بعدين مريت على أحد الأصدقاء زين، قلت لنا عندي هاي الشكل مشروع، قال أنا بادر. وهذا الصديق هم خطيبه هم مؤلف، هم يعرف لغة الخطيب. قلت له توكل على الله. 16 احنا ما أنا عندي تقريبا 400 محاضرة، احنا بس اخترنا 16 محاضرة صارت 400 صفحة زين. هو صاغ المحاضرات أعطاني إياها، أشرفت عليها، صححنا، عدلنا، طبع الكتاب، سميته مجالس القلوب. الكتاب شو اسمه؟ مجالس القلوب. قالوا لي ليش سميته مجالس القلوب؟ قلت لأن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول حديث: من جلس مجلسا، مثل هاي المجالس، من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا، شنو النتيجة؟ من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. واضح؟ فالهدف من هالمجالس شنو؟ هو إحياء هذا القلب. واضح لما واضح؟ تلطم كلش ممتاز، تبكي كلش ممتاز، كل هالشعائر هذه برا مواكب كلش ممتاز، بس قبل هذا كله تكون تشتغل على قلبك. واضح له؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شنو؟ سليم. سئل الإمام الصادق شنو القلب السليم؟ قال: هو القلب الذي ليس فيه إلا الله. سبب الذنوب في سبب الجرائم في العالم شنو؟ ثلاثة. سبب الجرائم في العالم: سفك الدماء، هتك الأعراض، هاي الحروب، ثلاثة أشياء هي سبب الجرائم. هذا المجلس يزيل هذه الأسباب. أول شيء الحسد، رواية عن الإمام علي سلام الله عليه موجودة عن الإمام الحسن. أصل الذنوب ثلاثة: الحسد والكبر والحرص. فبسبب الحرص طرد آدم من الجنة. آدم ليش طردوا من الجنة؟ الله قال لا تأكل من هاي الشجرة، صحيح أو مو صحيح؟ هو ايش سوى؟ صار عنده حرص. إبليس يستفيد من غريزة الحرص عند الإنسان، يثير القضية عنده. الغريزة هي زينة، بس لما انت توجهها في اتجاه خاطئ تجيب البليات. الغريزة الجنسية غريزة جيدة، الله ما يخلق شيء عبث، بس انت لما توظف الغريزة في الاتجاه الصحيح تثمر، تروح تتزوج.
النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. لما تتزوج يصير عندك استقرار نفسي، هدوء نفسي، الله يزيد لك في الرزق، تجيب أولاد صالحين. إذا وجهت الغريزة في المجال الصحيح، واضح الأمر. لما توجه في مجال غير الصحيح، زنا ولواط وزواج مثليين، وحين بعد القانون البريطاني أباح هذا الشيء وكترويج للمثليين، لا صار فساد في العالم. إحنا هذا الجدري، جدري القرود جاي من شنو حسب ما قالوا؟ يا من ممارسة اللواط، واضح يا ماما. فالحرص غريزة في الإنسان، الحرص، لكن انت تكون وظفها في الاتجاه السليم. من صفات المتقين له حرص في علم، حريص انه يكون يتعلم يقترف علم، واضح له هذا زين الحرص مكانه. ادم ما صار عنده حرص، حرص يعني شنو؟ ما اقتنع بالشيء الموجود عنده، قال له الله هذه جنه لك ألا تضحى فيها ولا تجوع ولا كل شيء تمام عندك، بس هاي لا تاكل منها، واضح له ماما. انت مو محتاج الاكل منها، واضح له ماما. ها فجلي الشيطان، الشيطان لما يجي يوسوس يجي لك بعناوين جميله، هل ادلكم على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ شوف عنوان حلو، كل واحد بيصير خالد في الدنيا، كل واحد بيصير عنده ملك لا يبلى، شوف عنوان جميل. خليلي، هل ادلكم على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فوسوس لهم الشيطان، قاسمهم الشيطان، يعني قسم بالله، قال اقسم بالله ان هذه شجره الخلد وملك لا يبلى. حواء صدقت الشيطان، قالت الشيطان ما يقسم كاذبا. اذا حتى لو ما يقسم كاذبا، الله قال لكم لا تاكلون، اظلهم لازم تطيعون الله، صحيح لو صحيح، بس شنو؟ ما اقتنعوا باللي عندهم. الحرص شنو؟ يعني الشيء اللي عندك ما مقتنع به. انت شو تقول في دعاكم؟ في دعاكم واجعلني بقسمك شنو؟ راضيا قانعا، عدل وعدا. اقنع باللي عندك، القناعة كنز لا يفنى، صحيح لو مو صحيح؟ ما تبي تقتنع بالموجود، تبي تروح خذ بالحلال. ما عليه، انا عندي بيت 100 متر مربع، اريد اشتري بيت 200 متر مربع، جيد، بس بالحلال، مو بالبوق، مو بالغش، مو بالاستغلال، مو بالبوق، مو بالسرقه، مو بالنصب والاحتيال، واضح؟ مو بالرشوات، واضح لو واضح؟ قاعد بالحدود شرطي، ما طوفكم الا بفلوس، شو هالحكي هذا؟ هذا فساد، هذا فساد اداري، هذا الوالد. فادم ما اقتنع باللي عنده. واجعلني بقسمك راضيا قانعا، اللهم وقنعني بما رزقتني، ما اقتنع. صار عنده حرص، حمله الحرص على الاكل من الشجره، واضح ولا لا؟ طرد من الجنه. الحرص وين ده مكانه؟ القلب. الحسد، هاي الروايه تقول، فبسبب الحرص طرد ابويكم من الجنه، وبسبب الحسد شنو؟ قتل قابيل هابيل. حسد، الله تقبل من هابيل فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ها هابيل قدم قربان، كان يشتغل بالمواشي، افضل ماشيه عنده، افضل خروف قدمه، سمين، شغل عدل زين. قابيل عنده حشائش، قدم اشياء حبوبات، شغل بسيط يعني، واضح. الله تقبل ليبلوكم ايكم احسن عمل. احنا خروف شغل عدل تقدمه، غير لما تقدم حبوبات، صحيح صحيح. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال صار عنده حسد، شلون هذا الله تقبل من عندي انا ما اتقبل من عندي؟ خوف الله يتقبل، انما يتقبل الله من المتقين، انت تصير متقي الله يتقبل من عندي، صحيح مو صحيح؟ لكن ما تحمل، اخذه الحسد، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من النادم. الحسد ده سبب جرائم. زوج تزوج على زوجته، خذ واحدة ثانية، الأولى ليش ما أخذ أنت؟
والله قال وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا أنا أقدر على العدالة أقدر أتزوج ثاني. العدالة هو مو في الميل القلبي، لا، لأن الميل القلبي ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. القلب منطقة حرة، الله ما قال لك تعال اعدل في الميل القلبي، لأن الميل القلبي مو بيدك أنت. هذه امرأة لطيفة فيها أنوثة فائقة، كلامها عذيب، جميلة، لطيفة، طيبة الريح، طيبة الطبخ، واضح عندها مهارات مختلفة، واضح لو لا؟ عمري حبي لما تجي البيت أهل حبيبي، نور عيني، خلف شبزي، ماي، لما تطلع الشيعك، هذه وردة تحبها مو بيدك، هي خلتك تحبها. وواحدة لا، عبوسا قمطريرة، صايرة مثل الشمر، ويحها كهرباء كله عبوس وتنتقدك، وين الاغراض اللي قلت لك انت اول ما جيت البيت؟ لا سلام لا كلام، وين الاغراض؟ ما بخلي الرجال يقعد، خليه يستريح شويه، عدلنا مو عدل، وين الاغراض؟ الاغراض شويه ناقصه، اليوم ما عندي شويه مبلغ حتى انت شنو انت؟ شوف ذاك سوى لزوجته وذاك سوى لزوجته وتحطم اعصابك. هاي صعبه صعبه عدلهم. وانت سويت لي يا اخي؟ هاي صعبه صحيح. انت مجرب ولا؟ رسول الله صلى الله عليه واله يقول اللهم اني اعوذ بك من امراه تشيبني قبل اوان المشي. المراه تشيب الرجال يا حجي، المراه هذه الزفت الطايحه الحظ، لا لسان عدل لا جمال. اكو مره فيها جمال قلنا ما عليه، عندها اولاد قلنا ما عليه، عندها حسن خلق قلنا ما عليه، لا خلق حسن لا خلق حسن لا اولاد. هاي شنو طلعت ها؟ فاذا انت تتزوج عليها انت اصلا مشروع تتزوجها، ماكو اشكال. اخذها الحسد، ليش انت ماخذ علي مره؟ اذا الله يقول سلمي لله، الله الله يقول وانكحوا ما اقولش علي من الله انا. الله يعني قاعد تكفرين بالله انت. والامام علي يقول غيره المراه كفر وغيره الرجل ايمان. انت لما تغار على زوجتك، لما تطلع وياه بش... هاي الشعر طالع، قول لها طالع عمرك اكو شعر ايش طالع سدي، ما يجوز هذا الزينة إلا للزوج، هذه غيرة في محلها. ولازم تعرف المرأة هاي الغيرة زينة. إذا أنت قمت تغير تقول هذه المرأة إيه لو ما يحبني ما غار علي، فالغيرة مطلوبة. هاي أظهر الغيرة على زوجتك، هذا يعزز المحبة في قلبك. إذا هي تفتهم الكلام عاد واضح أو لا؟ أما إذا ما أخذ لك واحدة لا عقل ولا مشكلة دي. فالكلام الغيرة دي مشكلة، ياخذها الحسد، يا اخي اقنعي خلاص. والعدالة شنو؟ العدالة الشرعية، ان يبات اذا بات عندك ليلة يبات عند الثانية ليلة اخرى من ثلاث ليالي. الليلة شنو الليلة؟ الليلة شنو؟ الليلة اربعة. اذا الليلة شرعت انت بالمبيت عند الاولى، يجب عليك ان تبات عند الثانيه من احد الليالي الثلاث، يعني ليله الخميس، ليله الجمعه، ليله السبت، احد الثلاث الليالي الجايه تكون تبات عند الثانيه. ليلتين انت حر فيها. تبي تبات عند الاولى على كيفك، تبي تبات عند الثانيه على كيفك، تبي تبات برا على كيفك. واضح الموضوع؟ هذا الحكم الشرعي. ناس وايد ما تدري بالحكم الشرعي هذا. بس اذا انت بت عند الاولى مستحب تبات بعد عند الثانيه. تقدر تخلي ليلتين عند الثانيه، ماكو اشكال، يعني تقدر تبات ثلاث ليالي عند الثانيه اذا بت ليله عند الاولى. واضح ولا لا؟ هذه العداله. وفي النفقه كل واحده تعطيها حسب شأنها. انت الاولى ماخذ بيت منو؟ بيت زارع، بيت مزارع. هذه في بيتها بيت المزارع، في بيتها المزارع شنو ياكل في بيته؟ تعطيها مثل ما كانت تاكل في بيت ابوها. واضح لما؟ اذا زيت نور على نور،
والثانية أنت ماخذ مثله بت رئيس الدولة بت وزير الداخلية. هذه بت وزير الداخلية أكلها غير أكل بنت المزارع، واضح لما حسب العرف. هذه بت وزير الداخلية تحتاج خدم حشم في البيت، تكون تجيب لها خدم حسب العرف. فأخذ الحسد، هذا واحد في الكويت تزوج على زوجته، القضية قبل حوالي 4-5 سنين، سوى خيمة ويعني خد الثانية. جاءت الأولى حاسدة، شوف الحسد شو يسوي، يدمر الإنسان، يدمر الإنسان نفسه ويدمر الآخرين. فجاءت وأحرقت الخيمة بكاملها، 51 نسمة ماتوا في الخيمة. شنو راحته؟ دمرت حياته ودمرت حياة الآخرين. حسد خطير. الحسد أكثر شيء موجود في العلماء مو في العوام، تدري؟ في شفت رواية، الحسد 100 جزء، 80 منه في العلماء، 20 منه في العامة. طبعا العلماء المو زينين، اكو علماء تاج على الرأس مثل الحضور مالنا الله يحفظهم، لكن في علماء لا. واتل عليهم، تتذكر آية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني هذا عنده دعاء مستجاب. بلعم بن باعورة عالم، الله يضرب قصته في القرآن يقول هذا عالم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قل لهم القصة هذه لأن هذا ممكن يتكرر. بلعم آتيناه آياتنا يعني دعاء مستجاب، واضح يا ولا؟ لكن لما ظهر موسى حسد موسى ومال إلى فرعون فانسلخ منها واتبع هواه وأخلد إلى الأرض، ما استفاد من أمره، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فمو دائما العالم بعد متمسك بعلمي، هذا مشكلة عندي. إلا أفتوا ضد الحسين علماء، ترى شريح القاضي قال هذا خارج عن الإمام زماني، وابن العربي يقول الحسين قتل بسيف جده. شو مصيبة دي، شو مصيبة دي والله، شو مشكلة. فالحسد يدمر. في الحديث إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الشيء الثالث شنو؟ نسيتم؟ قلنا ثلاثة أحسن، الحسد والحرص والكبر، هاي رواية. فبالكبر شنو؟ طرد إبليس. الله قال لي اسجد، قال لي أنا أسجد، هذا شنو هذا؟ هذا خلقته من طين، أنا خلقته من إله، يوم يسوي روحه فيلسوف والله. أنت الله يقول لك عبد، أنت إبليس عبد. أنا قلت لك اسجد اسجد، بعد لا تناقش، واضح لما واضح. أنا ما أمرك إلا في الشيء إلا في صلاح وفي خير، واضح لما واضح. بس مشكلة إبليس عند الأنانية، عند العنصرية، ما يعبد الله، يعبد ذاته، يعبد كبريائه، يعبد شنو؟ الرعون اللي عنده. فبالكبر طلد إبليس، عبد الله 6000 سنة إبليس، مو شو بسيط يعني، وما معلوم السنوات من سنين الدنيا والآخرة، واضح لهم والله. لكن سقط في الامتحان، سقط في امتحان العبودية. الله قال لي اسجد، إياك نعبد، يعني شنو تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ إياك نعبد، إياك نعبد يعني شنو؟ يعني إياك نطيع، صحيح ولا لا؟ تكون هذا العبد وهذا المولى، العبد قدام المولى شو يسوي؟ يكون يطيع المولى، صحيح أو مو صحيح؟ الله هو المولى وانت عبد، الله قال لك اسجد اسجد، بعد نزلك فلسفه. انا والله خلقتني من نار، خلقتك من نار شنو يعني؟ والله فالتكبرها مشكله. هاي اسباب الجرائم في العالم كلها، كل الحروب بعض اوقات ممكن ناتجه عن تكبر او حسد او حرص.
هذا المجلس يسوي، هذا المجلس حسيني ينظف القلب عن الحسد والكبر والحرص. فإذا صار القلب منظف عن الحسد والكبر والحرص، صار العالم كله في أمن أمان، صار سعادة، صار انسجام، صار محبة، صار تكاتف، صارت الحياة الجنة. واضح الأمور. فسميت أن الكتاب شنو لا يروح مكان، مجالس القلوب. والكتاب 2000 نسخة تقريبا كله راح انتشر بسبب تشويق، تشويق واحد، كلمة تشويقية من منو؟ من عالم رباني، واضح لو لا؟ اسمه السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه. اقروا لي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالآية تقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله ما يحب الكلمات البذيئة، لكن إذا واحد صار مظلوم ممكن يتكلم ضد الظالم. يقولون هنا في التفاسير شوي طولنا لكن زين، الضيف إذا حل في مكان والمضيف ما قام بخدمة الضيف كما ينبغي، واضح لو لا؟ ما يعني اهتم في الضيف لا في حوائجه، ما واضح لو لا؟ هني الضيف صار مظلوم، يقدر يتكلم ضد المضيف مال. الحين حملة جاية للسيدة زينب، حملة وجايبين مسافرين، دول المسافرين ضيوف الحملة، فابو الحملة ماخذ لهم فندق خرطي ضعيف، لا أكل عدل، لا خدمات عدل، مع انه ماخذ فلوس عدل من الزوار. مثلا يبي يوديهم مكان، يقدر يوديهم بالطائرة من مكان لمكان، راح وداهم بالقطار، واضح؟ القطار أرخص عليه، تعبهم، اكو عجائز عندك، اكو نساء كبيرات في السن، واضح لو لا؟ يدور مصلحته. زين دول زوار، دول ضيوف عندك، ودهم في مكان اريح، افضل، احسن، عدل لو مو عدل؟ فاذا ظلمهم ما اعطاهم خدمات حسب الاصول، انظلموا يقدرون يجهرون بالسوء عليه، هذا والله مو خوش صاحب حمله، هذا انسان حرامي، هذا كذا، الله يلعنه، الله كذا. الضيافة مطلوبة في الإسلام، زين، الكرم زين، الكرم يحبب النفوس، إذا أنت صرت كريم، صرت معطاء، الناس تحبك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، شنو فتقول؟ محبوبة في أرضك وسمائك. شو تصير محبوب؟ هذا الكرم، صار عندك كرم تعطي، صحيح ولا لا؟ الإمام الحسين من احد اسباب شعبيته وجماهيريته وان الناس يحبونه، ها، المؤلف والمخالف، لان انسان كريم، انسان معطاء، واضح له لا؟ يستقبل الناس، يعطي الناس. جاء اعرابي سال من هو اكرم الناس، فقالوا له الحسين بن علي عليه السلام. فجاء وكان الحسين يصلي، فقال لم يخب الآيان من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. خوش شاعر، حلو الشعر مالي. أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق. حلو، يعني طلعوا ضد الإمام كلهم فسقة. خوش يا حسين،
لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. الله، هذا قال الإمام كان يصلي، خلص الصلاة شوف العطاء شلون، شوف الأخلاق شلون. زين، فالإمام كان يصلي خلص صلاة، قال له خادمه شقد عندنا من مال الحجاز؟ قال عندنا 4000 دينار. 4000 دينار ذهب، دينار ذهب يعادل 3.5 جرام الآن ذهب عيار 24. شفت أنا الجرام في الكويت تقريبا الجرام 20 دينار كويتي، يعني الدينار الواحد 3.5 جرامات، يعني يصير كم بدال الجرام 20؟ يصير 70 دينار كويتي. فأعطاه الإمام، خلاها له في بردين، يعني البرد بعد له قيمة، وأعطاه إياه من خلال الباب، يعني الإمام ما روى وجهه للسائل، وهذه بعد قيمة، حتى لا يرى على السائل ذلة السائل، يريد يحفظ ما وجه السائل، فأعطاه إياه زين، وقال خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصن كانت سمانا عليك مندفقة. يعني يقول لو كان في سيرنا الغداة عصن، عصن يعني الحكومة، لو السلطة بعد السياسية عندي إن كان بعد أغدق عليك أكثر. خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصن كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. هذا الحسين 70 دينار ضربه في 4000، كم يطلع؟ يطلع 280,000 دينار كويتي. 7 × 4 = 28، عندك هناك 4 أصفار. القوة الشرائية للدينار ذاك اليوم تجيب شات، يعني 4000 شات. الشات الآن تقريبا 150 دينار كويتي، الشات العربية، فاضربها في 150 في 4000 يطلع 600,000 دينار كويتي أقل، إذا تعادلها بالشات. واحد يعطيك 600,000 دينار كويتي، كويتي حياتك بعد أمنة، صحيح؟ تشتري لك سيارة عديل، بيت تمام، تتزوج، تروح الحج، تصير غني أنت أصلاً، تقوم تخمس وتزكي، واضح ولا مو واضح؟ هالشكل إمام، واضح ولا لا؟ وفي المدينة، والآن طالع بأبي وأمي، ذول الفقراء وين يروحون؟ الأرامل وين يروحون؟ فاجتمعوا على الإمام من كل حدب وصوب أهل المدينة لما أراد الحسين أن يخرج بأبي وأمي. قال أين العباس؟ أين كبش كتيبتي؟ أين حامل لوائي ليقدم لي جوادي؟ فجاء العباس بالفرس للحسين، فركب الحسين على الجواد، وركب العباس، وركب بنو هاشم، مقدمات السفر كلها هيئها الإمام سلام الله عليه. يوم الذي راعي الشيم أنواي الشيد الراحل جاب المحامل للحرم، وكل فارد وجحد
يا الله طبلة عد زينب مبتسم عباس راعي المرجله ناداها يا مهجة علي يا الله قومي نروح الكربلة قالت لخويا ما احملي يا الله من هو الذي يتكفله ناداها عيناك ابشري يا الله امرك نود نتمثله قالت لنعم الذخر يا الله يا الله بوجودك الممشى يحله يا الله طلعت كل ساعة نزل ها محمل الحر يعدله صد للحسين وناشد اخويا شنهي نازل تكبل فله ناداه يا مهجة علي شنو تدري بخيتنا مدلل ما تحمل الذل والهضم آه نشأت على العزو العيلة يا الله ريتك يا عباس تحضرها يوم طلعت من كربلة شنو صاير تستر وجهها جفوفه يا الله تستر وجه جفوفه والدمع على الخد سايله ترضى يا خويا شمتك زجر وشمر الهول يا الله تحركت الضعينه وإذا بصوت من خلف الضعينه ابو حسين قف لي هنا التفت الحسين واذا لفاطمه العليله بنت صغيره الحسين ما استطاع ان يرحل بها لانها مريضه قالت ابو حسين خذني معكم لا تجعلني في هذه البلده الغريبه انكسر الحسين خاطره عليها جاء اليها ضمها الى صدره صبرها فاطمة تونه وتسحب ذيال المصيب وتنادي ابويا لا تخلوني غريب خذني ابويا ولا تخلوني بهالديار ينتحل جسمي وبالضماير تشتعل نار من شوفت بيوتك عليها الشافي غبار كيف البصر لونه وخ الوافد شلون اجيب الوافد شقل له لفيا يا سر الوجود خذني يا بويا ويا يا اكله قل لي متى تعود يا الله ضمهر صدره والدمع يجري بالحدود وقالها يا بنت القضاب زيدتي لهيبه ردي يا عزيزه للمنازل واندبيني وقطع الرجا مني ولا تترقبني صاحت يا بويا فرقا وبينك وبيني وراحت على العباس تصيح وتنتخب طاحت على ايديا
وراسه صعب المراس، توسل بابو حسين ياخذني عباس. يا الله تدري بفرق ابويا يشيب الراس، راحت ترى روحي سردال الحريبة، متعجبة منكم يا فرسان الحمية، كلكم غيورين وشيامكم هاشمية. نشف يا عمي دمعتي والتفت ليا وخاطب ابويا، لا يخليني غريب. قال لي يا اخويا هالبكي والنوح فتني، وهذه عليلتكم تراها ذوبتني. قال لي يا اخويا كتبتها الله قيدتني، ما اقدر اشوف دموع حب خدها سجيب. هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، يا الله هذه ما هي مكتوب تتودى هدية. الله ولا هي اخويا من سبايا الغاضرية، ردي يا بنتي وردتي غصبا علي، وادعي من الله يعودنا لديار طيبة. طاحت تحب رجلي وتصيح بقلب مفتوت، خذني ترى ينتحيل من الجسد واموت. ما اقدر على الوحدة ومصيبتي، ما اقدر على الوحدة وعلى معاين هالبيوت. ظل ينتحب والحرام ضجت من حيبة، يا الله ردت بحسرتها وساق الضعن عنها. نوب تقوم ونوب توقع من حزنها، ومن رجعت اخوتها وابوها انقطع ظنها، وتصيح راح حجاب صون من نجيبه. منازل كانت نيرات باهلها، فاضحت عليها غمرة وقتام. يا الله إلهي بحق محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، سهل مطالبنا، يسر امورنا، اشفي مرضانا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. ناس وين اوصوني بالدعاء خصوصا المرضى، اللهم وتفضل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحه يا الله. اللهم اعطنا السعه في الرزق والامن في الوطن والقوه في البدن والصحه في الجسم والسلامه في الدين وقره العين في الاهل والمال والولد. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات.